وها نحن في هذه البلاد تحيط بنا مخاوف من كل مكان، ومع هذا ننعم بفضل من الله عز وجل بأمن ورخاء. ولعل ما تقدمه هذه الدولة وفقها الله من بذل للمسلمين على وجه العموم، ومن بذل على وجه الخصوص للحجاج وخدمة الحرمين الشريفين، لعلها مما صرفت عنا بفضل من الله عز وجل ما وقع فيه غيرنا من الشرور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في مستدرك الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكات والآفات. ثم قال: وأهل المعروف في الدنيا. المعروف في أصل اللغة هو كل ما عرفه عاقل ولا ينكره ذو فضل، ثم استعمل في عمل الخير مطلقا. قال: وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فلعل الله عز وجل أن يظهر المعروف الذي يقدم هنا في هذه البلاد في هذه الدنيا، أن يظهره الله عز وجل يوم القيامة.